أهلا بكم في تواصل دوت كوم والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. انتشر مقطع على منصات التواصل الاجتماعي في العراق قيل بأنه لاعتداء ميليشيا السرايا على صاحب دراجة في الناصرية بذي قار بالآلات الحادة والسكاكين بعد محاولته الدخول من جهة شارع النيل تجاه جسر الحضارات بالقرب من ساحة الحبوبي وسط الناصرية، وذلك بعد رفضها لدخوله في الشارع على الرغم من استمرار حركة السير فيه للعجلات والسيارات، وكان الاعتداء أمام أنظار القوات الحكومية من جيش وشرطة. دعونا نشاهد هذا المقطع. نعم، شهود عيان تحدثوا وتداولوا كذلك مقاطع مصورة قالوا بأنه لهجوم ميليشيا السرايا على موكب شهداء تشرين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية بعد لجوء هذا الشاب الذي شاهدناه قبل قليل إليهم في محاولة للإفلات من عناصر الميليشيا والفرار من الموت المحقق على أيديهم، ليتطور الأمر إلى استخدام الرصاص الحي على هذا الموكب الحسيني وخيامه، حيث أكد شهود عيان بأن الحادثة كانت مدبرة ومفتعلة بهدف استهداف الموكب، وصاحب الموكب المتظاهر والناشط هشام السومري سجل مقطعا مصورا يوضح فيه ما جرى. دعونا نستمع إلى شهادته من هناك. مشاجرة ساحة الحبوبي بين أشخاص ما نعرفهم وبين موكب ما صلى السلام. صاحب موكب أنا بالحبوبي إجا الولد دخيل عندنا بالموكب، دخل عندنا الموكب هذا شادي وصلى السلام. الأخوة صلى السلام احتدوا علي أنا شام سومري صاحب موكب، شققوا الموكب هذا من قدامكم، هاي مزقوا، هاي آثار دماء الولد ضربوه، هاي آثار دماء، هاي آثارها، هاي آثارها، هاي آثار الدماء شوفها، هاي غراض كلها طشروها، كلها طشروها، الولد دخيل عندنا، الولد دخيل عندنا، الولد يابا احنا قلنا حنسلمه للشرطة. موكب حسين هذا. هذا موكب حسين مو خيم الاعتصام هذا، هاي شوف آثار الدماء، هاي آثار الدماء، يعني رسالة سيد مقتدى صدر، هذا موكب حسين، لا خيم اعتصام ولا عندنا احنا، ناس بالموكب لسنة 13 يوم، وخدمة للحسين، قدمنا اليوم خدمة للحسين، هذا ضرب بالقامات على الموكب عين عماد، هاي آثار الدماء شوف. يعني ولد هنا دخيل ضربوه، احنا صاحب موكب، يعني السيد يقبل السيد تشي؟ انا قاعد اوزع شاي باب الموكب اعتدوا علينا، هاي اثار شققوا الخيمه، يعني الموكب هاي كله شققوه، وهاي اثار الدماء، وهاي غلط كسروها، كسروا غلط، حتى الموكب ما سلمعتهم، حتى الموكب الحسين ما سلمعتهم. غلطات الناس. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي حول هذه المقاطع، وبالتحديد على منصة فيسبوك. صلاح قال اسمهم السلام، لعد لو اسمهم محبة يقول متهكما كان شنو صار. أما نادية فقالت الطرف الثالث أصحاب القبعات الزرق المجرمين والقتلة. تقول فريد تقول ماكو دولة ميليشيات تقتل وتسرح وتمرح لا سداد ولا رداد. أما حسون فيقول هو ياهو اللي يجي يسوي موكب صفت لنا الشالة والحرامية، تعال هنا شوف يمي حتى الحكمة عندها موكب. نذهب إلى ملف آخر وفي العراق أيضا، حيث أظهر مقطع مصور رصدته كاميرا مراقبة اشتباكا مسلحا بين رجل يستقل دراجة نارية ومسلحين اثنين يحملون أسلحة رشاشة ويستقلان عربة توك توك في منطقة حي المهندسين وسط البصرة، في مشهد يبين حجم الانفلات الأمني الذي تشهده المدينة في ظل فوضى السلاح وغياب القانون والدور الحكومي الرادع لمثل هذه الحوادث المتكررة بشكل لافت، على الرغم من ادعاء الكاظم سابقا بتنفيذ حملة لمصادرة السلاح في المدينة للحد من ظاهرة النزاعات العشائرية فيها. دعونا نشاهد
هذا المشهد الهوليودي كما وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفي العراق بالتحديد. فالمتابعة. ايه طق فوضى في العراق. نذهب الى تفاعل الجمهور العراقي حول هذه الصور وهذا المقطع. زهير المهندس قال: عمي الريض قانون يمنع حمل السلاح والمخالف اعدام سجن مؤبد. ترى البصر صارت غابه، القوي ياكل الضعيف ولو هي القوه مو بالسلاح، القوه ليست بالسلاح. محمد يقول: ايش تحكي، ايش السوليف، ايش تقول، صار كتل البشر نفس شرب الماي. يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. اما مؤيد فقال: هاي غابه مو دوله، واحد يقتل الثاني، البصره صاير بيها الكتل بالجمله. اما رضا قال أو نعم قال: سلاح منفلت وبعلم المحافظة والداخلية. نذهب إلى ملف آخر في العراق أيضا ومع الحيوانات في المستشفيات في البصرة. نبقى ولكن ننتقل هذه المرة إلى حال مستشفياتها التي تعاني الإهمال. يبدو بأن مستشفيات المدينة تحولت إلى وجهة رائجة للحيوانات. نعم الحيوانات وبكل أنواعها، حيث أظهر مقطع مصور اقتحام ثور هائج لباحات مستشفى الصدر التعليمي وسط البصرة ومحاولات موظفي المستشفى للسيطرة على الموقف، في مشهد يبين تأثيرات الرعي في الشوارع والحدائق العامة على محافظة البصرة ومرافقها الحيوية في ظل انعدام الرقابة الحكومية للحد من ظاهرة رعي المواشي وسط الأحياء السكنية. دعونا نشاهد هذا المقطع. شر البلية ما يضحك. طبعا ليست الثيران وحدها من حلت ضيوفا على المستشفيات في محافظة البصرة، بل تعداه ذلك خطورة بعد العثور على أفعى في ممر صالة العمليات الجراحية بالقرب من ردهة العناية المركزة كما يقول صاحب الفيديو في مستشفى الموانئ التعليمي. لنشاهد لحظة قتل هذا الأفعى قبل الانتقال لاستعراض التعليقات. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذه المشاهد في مستشفيات محافظة البصرة. سيد أحمد قال: هاي مستشفى لو حديقة حيوانات. يقول: لو جين تقول وين وصل الحال، وزارة الصحة شنو الموضوع، وينكم يوم جريدي ويوم أفعى، تقصد يعني فأرة. سارة تقول: حقة تجي على القذارة والريح الكريهة والدم، مستنقع مو مستشفيات، رعب، حسبي الله ونعم الوكيل على المسؤولين. أما مرتضى فقال: أشكال الوصخ والقذارة والجرذان والأفاعي، يقول: عيش وشوف. نذهب إلى العاصمة بغداد ومع المتقاعدين، حيث جدد المتقاعدون العراقيون المدنيون منهم والعسكريون من ضباط ومراتب الجيش العراقي السابق من تظاهراتهم المطالبة بإعادة النظر برواتبهم التي لم تعد تكفيهم بسبب غلاء المعيشة وانخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار.
أمام بوابة هيئة التقاعد العامة في بغداد، مستنكرين في الوقت ذاته اعتداء القوات الحكومية عليهم في الأسبوع الماضي، ومحملين الكاظم مسؤولية تجاهل مطالبهم وأصواتهم المطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية. ضباط الجيش العراقي السابق الذي حل بقرار من بريمر أكدوا أن استهدافهم يأتي ضمن مؤامرة الانتقام منهم ومن عائلاتهم عقب موقفهم المشرف ضد أعداء العراق لا سيما إيران خلال الحرب معها. دعونا نستمع إلى أصواتهم في هذا المقطع. إنه خدمنا أو قاتلنا فقط في زمن صدام حسين، لا إحنا قاتلنا في زمن البكر والجيش السابق اللي أكثر من عدنا خدمة. قاتل مع رؤساء قبل صدام وقبل بكر، فلماذا هذا العقد علينا؟ يعني إحنا ما ضحينا؟ إحنا هاي التضحية مالتنا ما تستحق. فيا ناس ارحمونا، سوينا دولة كلها أعطوها فروقات إلا الجيش السابق ما أعطوه الجيش الخالد. إحنا اللي حررنا العراق من 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 الفرس المجهول. نعم. يعني تحاسبونا شو سوينا هذه؟ نعم. يعني ندفع هاي ندفع ثمنها إحنا. بس الله كريم. إحنا عندنا عوائل. والله جاي. بس الله كريم. الله إن شاء الله ما طول. والله جايكم. إن شاء الله ما طول. استحوا يا حكومة. استحوا شوية إذا أكو عندكم خجل ذرت بالسحة. أي والله إذا ذرت. إذا ذرت بالسحة أباكم بالشموس وأنتم قاعدين على التبريد وتقمطون بالمليارات. من كان يحلم عنده مليون هسه بالمليارات ومطينا في السنوات الخمسمية مرتين تروح يمين للطبيب يخلصك. هاي الحارثية مرتين تروح يمين للطبيب يخلصك. تفاعل الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي مع شكوى أفراد الجيش العراقي السابق، ومنهم من علق وقال على منصة فيسبوك إبراهيم الجبوري قال: تحية حب وتقدير لكل منتسبي وضباط جيشنا العراقي الباسل السابق الذي سطر الملاحم البطولية في كل مواقف العز والشرف. أما سيد عصام الموسوي فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل على هاي الحكومة الظالمة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الغرير عباس قال: ألف تحية وتقدير لجيشنا الباسل الذي أذاق العدو الذل والمرارة إلى يوم القيامة. فهل نحارب لأخذ الثأر منا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، للباطل جولة وللحق ألف جولة. سمير سعدون قال: الجيش العراقي الباسل قاتل حتى العدو الصهيوني في وقته ويبقى يقاتل للوطن. نذهب إلى أنت ترى. عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين وصلنا مقطع مصور يظهر جثمان أحد المعتقلين في سجن المطار، وهو المعتقل علي لفتة هاكور من سكنة محافظة ديالى. قال ذووه بأنه توفي بتاريخ 21 من أغسطس قبل يومين جراء التعذيب والإهمال الطبي، لكنهم استلموا الجثمان اليوم أي بعد يومين من وفاته، وقالوا بأنه تم اعتقاله وهو ابن 15 سنة أي كان قاصرا، وبعد 5 سنوات أي عندما بلغ 20 سنة توفي إثر التعذيب والإهمال الصحي والجوع على يد سجانه. دعونا نتابع هذا المقطع المؤلم الذي يظهر بالفعل كيف تحول هذا الشخص إلى هيكل عظمي. تعدل وشي؟ أبو سعد هو جلده عظم ضال بي. ما هو خلاص جلده عظم. لا تفتح هسه. تعدل راسه. جلده عظم. ما حسيت أشوفه إيه. ما بيه الشغل أنت شوفه. دائما تعدل وشي. تعدل وشي. تعدل وشي. تعدل وشي. ما هو هو. شوفه. هو حاسيل عارف هو بقول لك شلون قال ابوي حبايه العوا ما ابي حبايه ايش ايش والله في حبايه له ما قال ماكو حبايه ولا اكو خلصان جلد وعظم.
عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين وصلتنا هذه الرسالة والتي جاء فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جرى اليوم إبلاغ النساء الأرامل في مخيم دابكا بمحافظة أربيل بالخروج منه طردهم لأسباب مجهولة، يقول والله المستعان راجين منكم تسليط الضوء على هذا الموضوع. نذهب إلى الهاشتاج. يتواصل التحريض الإعلامي الطائفي ضد قضاء الطارمية في محاولة لتهجير أهله ميليشيا حزب الله، قالت بأن الطارمية أموذجا لصراع الإرادات بين ما أسمت محور الخير ومحور الشر. المسؤول الأمني للميليشيا أبو علي العسكري قال بأن قرار بقاء المنطقة على وضعها يهدف للفتك بالجسد العراقي، مشيرا إلى أن إطفاء النار يجب أن يكون بالرد على مصدرها. وفي سياق تحريضي مشابه قال الأمين العام لميليشيا النجباء أكرم الكعبي بأن الطارمية حاضنة للانتحاريين ومصدر للإرهاب، داعيا إلى تطهيرها بأسرع وقت ممكن. وردا على هذا التحريض من قبل هذه الميليشيات، أطلق عراقيون وناشطون ومغردون على تويتر واسم أنقذوا الطارمية من الحشد، بالتزامن مع زيارة الكاظمي للقضاء وإعلانه انطلاق عملية عسكرية فيه، بالتزامن مع الحملات الدعائية الميليشياوية التي تهدف لإفراغ مناطق حزام بغداد وتغيير التركيبة الديموغرافية لتلك المناطق. دعونا نستعرض بعض من هذه التغريدات على منصة تويتر. حنان قالت: وصول الكاظمي إلى الطارمية لإعطاء شرعية للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحشد، افتعال التفجيرات ضد القوات الأمنية وفي المناطق الشيعية كما قالت أصبحت مسرحية مكشوفة تهدف إلى تهجير سكان المناطق السنية. أما ندى الأعظمي فغررت وقالت: بحجة داعش يتم تجريف وتهجير أهالي الطارمية واتهامهم بالإرهابيين واعتقالهم فقط لأنهم من أبناء السنة، كما تقول اتقوا الله، تقول قادرين على الفقراء والمدنيين العزل، تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. علي قال: تشبه المنطقة في طبيعتها إلى حد كبير منطقة جرف الصخر التي استولت عليها الميليشيات الإيرانية وحولتها لسجون سرية للمعارضين. تمتاز الطارمية، يقول، بكثرة مزارعها ما يشكل بيئة خصبة وملجأ ومخبأ للميليشيات التي تدار من إيران. الحرس الثوري قال بين قوسين. أحمد قال: لا جديد يقال لما يحدث في هذا البلد، الإرهاب الحكومي تفوق على أي نوع آخر من الإرهاب، داعش شماعة لاستمرار الطغيان وإذلال الشعب. نذهب إلى القصص المنوعة. سفينة الوقود الإيراني بشرى سارة للبنانيين أم خطوة خطيرة؟ تساؤلات في الوسط السياسي اللبناني حول إعلان نصر الله انطلاق أول سفينة وقود من إيران إلى لبنان. المزيد مع تقرير إجبلاس عربي، فلنتابع. أطلان المطلوبة وأنجزت كل الأعمال الإداوية وستبحر خلال ساعات في هذا اليوم إلى لبنان. أقول للأمريكيين وللإسرائيليين: هي أرض لبنانية. كشفت صحيفة ألمانية عودة طائرة إجلاء من أفغانستان على متنها 7 عسكريين فقط ومعها ما يقرب من 65,000 علبة بيرة و340 زجاجة نبيذ.
تاركة خلفها مئات المتعاونين الأفغان مع السفارة الألمانية هناك والقوات الألمانية، البقية مع تقرير مجلة ميم. فلنتابع. إذن بعد إجلاء الكلاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تأتي علب البيرة والنبيذ من قبل القوات الألمانية في أفغانستان. هل عليك ارتداء الكمامة إن كنت مطعما بالكامل ضد فيروس كورونا؟ الإجابة مع تقرير لسي أم بي سي عربية، فلنتابع. إلى هنا ننتهي مع قصة اليوم، ننتهي في هذه الحلقة على أمل اللقاء معكم أعزائي المشاهدين يوم غد إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.